يا استاذ هشام حاج، دلوقتي عارف ان المشكله اللي بتواجه المصريين هي الانفلات الامني في الشارع المصري. حاج، ايه تصورك في كيفيه اعاده الامن في الشارع المصري؟ ايه فرصه الانفلات الامني؟ لا طبعا دي أولوية لمصر، مش بس للمواطن المصري، كمان للمستثمرين والمستثمرين الأجانب والعودة السياحة. يعني الملف الأمني هو من أهم الملفات ومعالجته سهلة. يعني هو ممكن لو في نية لمعالجته ممكن معالجته. أولا لابد من إعادة هيكلة الشرطة زي كل مؤسسات الدولة، ما محتاجة إعادة هيكلة. لابد من تغيير فلسفة أو الأهداف اللي كانت مطلوبة من وزارة الداخلية. يعني دلوقتي ما بقاش الأمن السياسي هو الأولوية زي ما كان الأول، لأن الحاكم كان الأول مفروض على الشعب، ما هواش منتخب بشكل ديمقراطي، فكان بيضطر إنه يحمي نفسه وتبقى الأولوية للأمن السياسي. فكان تلاقي ضابط الشرطة، حتى ضابط المرور مثلا او الامن الجنائي، مش متفرغ لعمله، لان الاولويه الاولى عنده مش عمله الاصلي، انما الاولويه الاولى هي الامن السياسي والتشريفات لحمايه المواكب وحمايه رئيس الجمهوريه والطبقه الحاكمه، لانها عارفه ان هي مش محل رضا من الشعب ولم ينتخبها الشعب. دلوقتي مش هيبقى الاولويه كده، لازم هتتغير الاولويات. لازم كل وظيفه من وظائف الشرطه يبقى لها مواصفات محددة وواجبات محددة مكتوبة ومطبوعة، وعند الضابط الشرطة أو رجل الشرطة عارف اختصاصه إيه، ولا يقبل إن هو يطلب منه عمل خارج هذا الاختصاص. أيضا محتاجين رفع كفاءة ضباط الشرطة ورجال الشرطة أو أفراد الشرطة، لأن كانت الأولوية قبل كده برضو في الميزانية، الشرطة ميزانية ضخمة جدا، لكن كانت الأولوية لاستيراد أدوات القمع وأدوات مواجهة المظاهرات. المفروض دلوقتي أنها توجه لاستيراد وسائل البحث العلمي الجنائي وأدوات المعاونة العلمية الحديثة المعاونة لضابط الشرطة، عشان ما يضطرش أن هو يلجأ لوسائل فيها انتهاك لحقوق الإنسان كبديل. عوضه بأجهزة فنية حديثة تمكنه من الوصول لهدفه دون أن يلجأ لوسائل قمعية أو لانتهاك حقوق الإنسان. محتاجين إعادة النظر في طريقة كمان تعيين وتأهيل ضابط الشرطة. يعني عندنا كلية الشرطة 4 سنوات يدرس فيها لصنص حقوق بلا أي داعي. مفيش سبب منطقي يخلي ضابط الشرطة لازم ياخد ليسانس حقوق. فاللي عايز يدرس قانون يفضل يروح كلية الحقوق. المفروض كلية الشرطة تبقى 2 سنين، بياخد المواد مادة أو مادتين من القانون المرتبطين بعمله زي قانون الإجراءات الجنائية مثلا، مادة خاصة بحقوق الإنسان، بعض النصوص الحقوقية القليلة. لكن التركيز الأساسي في المواد الدراسية يجب أن يكون على المواد الشرطية اللي تجعله أكثر كفاءة وأكثر تأهيل، وتبقى 2 سنين بس. ده هيمكننا كمان من ان احنا نزود اعداد افراد الشرطه سواء ضباط او من درجات اخرى جنود او الى اخره بشكل اكبر. طبعا في قيادات ايضا ارتبطت بالفساد لابد من تنحيتها تماما عن العمل، لان ارتباطها بالفساد خلاها ما تقدرش تغير اسلوبها في العمل اللي اعتادت عليه، لان كان الفساد كمان بيخلي له مصدر دخل كبير جدا فمش هيقدر يتخلى عنه، فده لابد من تنحيته لامكان اعاده هيكله الشرطه مره اخرى. طبعا في قيادات ايضا ارتبطت بالفساد لابد من تنحيتها تماما عن العمل، لان ارتباطها بالفساد خلاها ما تقدرش تغير اسلوبها في العمل اللي اعتادت عليه، لان كان الفساد كمان بيخلي له مصدر دخل كبير جدا فمش هيقدر يتخلى عنه، فده لابد من تنحيته لامكان اعاده هيكله الشرطه مره اخرى. استعاده الامن المركزي، احنا عندنا اعداد ضخمه جدا في الامن المركزي كان الهدف منها قمع المواطنين. دلوقتي مش محتاجين هذا العدد في الامن المركزي، نقدر ان احنا نعيد تاهيله مره اخرى عشان يكون له دور مثلا في المرور اللي فيه نقص واضح وملحوظ في كل شوارع القاهره. إعادة شرطة الدرك اللي كانت بتحفظ
ليها دور فعال في حفظ الامن في الفترات المسائية ودوريات راجلة ودوريات راكبة على مدار اليوم خصوصا في فترات الليل. كل ده محتاجين ان احنا نعيد بحثه مرة اخرى بهدف اعادة هيكلة الشرطة، اعادة تأهيل الشرطة، توفير الامكانيات ليها لاداء مهمتها، تحديد المهام بشكل دقيق. لو حضرتك بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، ايه تصورك يعني تعامل مصر مع دول زي امريكا واسرائيل على شك ودول العربية والافريقية؟ يعني انا مش عارف ليه بنربط امريكا واسرائيل، يعني امريكا حاجة واسرائيل حاجة تانية. امريكا دولة عظمى ودولة اكبر دولة في العالم، اقوى اقتصاد في العالم، فمش ممكن ما يبقالناش علاقات معها. وامريكا ساعدت مصر في مواقف كثيرة جدا ولازم يكون لنا علاقة جيدة معها، لكن هي كانت المشكلة ان مفيش وضوح رؤية في تحديد مفهوم الامن القومي المصري، اين نتفق مع اي دولة من الدول واين نختلف. في مساحة واسعة جدا للاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية والتعاون، وفي مساحة ضيقة جدا للاختلاف. هنختلف في الملفات التي يجب ان نختلف فيها، لكن كمان الخلاف مش معناه ان احنا نبقى في حالة خصام او عراك او قطيعة او صدام. الخلافات تحل بالحوار، وفي النهاية اللي بيحكم السياسات هي المصالح، فمصالح مصر في مجملها تتفق مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ونستطيع أن نبني تعاون مشترك كبير جدا سواء في المجال الاقتصادي أو حتى في المجال السياسي والإقليمي. في جزء في محل خلاف غالبه يرتبط طبعا بإسرائيل والموقف من إسرائيل، ده ممكن يحل بالحوار. إسرائيل، العلاقة مع إسرائيل أنا شايفها أنها يعني مش علاقة أرض مقابل سلام، ان يعني ما يقال ان حل المشكله في الارض مقابل السلام ده كلام مش صحيح، بتضحكوا بينا عليه، لان الارض مقابل السلام اسرائيل مش هتدفع فيها حاجه، مش هتتكلف اي حاجه، احنا اللي هندي الارض واحنا اللي هندي السلام. طيب اسرائيل ادت ايه في المقابل؟ ولا حاجه. المفروض ان يبقى في معالجه موضوعيه عادله عشان خاطر يبقى في سلام حقيقي، لازم الشعوب تبقى مقتنعه عشان يبقى في سلام حقيقي. كمان لازم العالم يلاحظ ان وجود دولة دينية في المنطقة لازم هيدفع الدول المحيطة بها ودول المنطقة ان تتحول ايضا الى دول دينية للحفاظ على الهوية وللدفاع عن هويتها، وده طبيعي. فانا في تصوري ان حل المشكلة الصراع العربي الاسرائيلي ان اسرائيل لازم تقتنع ان تتحول الى دولة مدنية علمانية، ما تبقاش دولة دينية، وإن تعترف بأن كل من ولد على أرض هذه الدولة أو هذه في هذه المنطقة من حقه المواطنة الكاملة، من حقه أن يتمتع بالجنسية، من حقه يتمتع بكل الحقوق المواطنة، ده اللي يحل المشكلة. وتبقى يعني في توافق بين دول العالم كله وبين دول المنطقة أنه لا يجوز أن تكون هناك دول دينية، لان ده اساس عنصري ويجب محاربته. فكل المنطقة لازم يتم تغيير الانظمة فيها من دول دينية، ما يبقاش في سعي لإيقاب دولة دينية، تبقى كل الدول دول مدنية، كل المواطنين يتمتعوا بكل الحقوق. احنا ما عندناش موقف ضد اليهود وما عندناش موقف ضد الديانة اليهودية، انما الخلاف مع الفكرة الصهيونية اللي بتقوم على العنصرية وعلى ان الارض دي للدين اليهودي فقط، وده غير مقبول في العالم كله ان تقوم دولة على اساس عنصري وعلى اساس تفرقة عنصرية وعلى اساس ديني. تحب نبقى المستقبل العلاقة مع الدول الافريقية؟ مصر طبعا لها دور تاريخي وقديم في القارة الافريقية، ولازم تستعيد هذا الدور مرة اخرى، خصوصا دول حوض النيل، دي اولوية من الاولويات المتصلة بالامن القومي المصري، الامن المائي، خصوصا ان مصر عندها خبرات كبيره جدا وعندها دراسات جاهزه فعلا تقدر تستفيد منها دول حوض النيل، ونقدر احنا نقدم لهم المساعده الفنيه والعلميه في كل المجالات، وهم كمان يقدروا يقدموا لنا كثير من المزايا. ف
انا في تصوري ان لازم تنشا منظمه اقليميه لدول حوض النيل، ولازم يبقى فيه وسائل لاداره حوض النيل لصالح شعوب كل حوض النيل بالتساوي. عائد هذا الحوض لابد ان يستفيد منه شعوب كل الحوض، شعوب دول كل حوض النيل. وفي وسائل كثيرة جدا لتطوير مخرات المياه ومضاعفة حصة مصر من المياه أو حصص الدول المختلفة من المياه. أيضا لابد من أن احنا نمد يد المساعدة لدول منبع النيل في توفير الطاقة، لأن احتياجهم للطاقة هو الذي يؤدي إلى التفكير في إقامة سدود، وبيؤدي إلى قطع الغابات، وقطع الغابات يقلل كمية المياه، كمية الأمطار اللي بعد كده هي اللي بتكون مورد المياه في حوض النيل. فلابد نعودهم نساعدهم في مجال الطاقة علشان ما يبقاش محتاج يقطع الغابات، فلما يحافظ على الغابات نحافظ على كمية الأمطار، وبالتالي نقدر ان احنا نحافظ على كمية المياه في حوض النيل او نضعفها، لان كل المياه اللي موجودة في حوض النيل حوالي 8% او 6% من كمية الأمطار اللي بتسقط على دول منبع النيل، والباقي بيهدر. فلو تم تطوير مخرات المياه وتم تطوير وسائل تجميع المياه نقدر نضاعف حصة المياه، خصوصا ان المياه بعد فترة قصيرة جدا هتكون اهم من البترول، واغلب الصراعات هتدور حول المياه. فلابد من استباق هذا الواقع او هذا المستقبل بإقامة اكبر قدر من التعاون والتكامل مع دول حوض النيل لصالح شعوب دول حوض النيل، ويمكن كمان الدول المجاورة تقدر تستفيد منه. وهيك بالنسبة لمستقبل المؤسسة العسكرية في الدولة المصرية، البعض يريد ان هو تبقى مؤسسة خاضعة لسلطة مدنية، هل حكيف ده ممكن يتطبق في الفترة لا، هي المؤسسة العسكرية احدى مؤسسات الدولة، ما هيش منفصلة عن الدولة، لكن المؤسسة العسكرية في مصر كان لها طبيعة خاصة. اولا هي اللي كانت بتحكم مصر 60 سنة اللي فاتت، كان ليها دور دايما حاضر في السياسة من أيام أحمد عرابي، من زمن طويل، من 200 سنة. فلابد من التعامل مع هذا الملف بطريقة عقلانية ومنطقية، ما تقدرش انك انت تنتقل فجأة إلى نظام آخر، إنما لابد انك انت تبقى في مرحلة انتقالية ويبقى في نوع من الحوار. في النهاية الكل هيبقى عايز مصلحة مصر، مفيش حد في الآخر، لا المؤسسة العسكرية ولا بقية مؤسسات الدولة هيبقى هدفه الإضرار بمصلحة مصر. قطع من مصلحة مصر إن القوات المسلحة تكون متماسكة، تكون قوية، ألا تدخلها السياسة، أن يكون لديها قدر من الاستقلالية حتى تبتعد عن السياسة وصراعات السياسة. كل ده مفهوم، وده لازم يخضع لحوار عشان نحط الضوابط اللي يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار في كيف تكون العلاقة بين مؤسسات الدولة كلها، لأن برضو هيبقى عندنا برضو مشكلة بين المؤسسات المختلفة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، السلطة القضائية والسلطة التشريعية، يعني في مناطق احتكاك. فده يتحل بالحوار، واللي بيستهدف مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصري هتبقى سهل خالص تحط الضوابط عشان ما يبقاش طبعا الفصل بين السلطات ده مبدأ مستقر، لكن الفصل ما بينفعش يكون فصل كامل، احنا مش هنبقى جزر منعزلة، ما ينفعش، لازم يبقى في قدر من التعاون والتكامل. ده بيكون من خلال الحوار، وبيبقى الحوار ده بينتج نصوص قانونية توضع في الدستور تنظم هذه العلاقة. كويس حيك قلت سيرة الدستور، هو بالضبط حيك قلت العلاقة دي بتحدد في الدستور، وحنا دلوقتي على صدد اعداد دستور جديد، بس في نوعا ما زي ما تقول هيمنة بطريقة معينة على المرحلة اعداد الدستور دي. حيك شايف ايه اللي ممكن نعمله بحيث ان هو يحمي حقوق الاقليات وحقوق؟ شوف احنا لو في ظروف طبيعية طبيعي ان يبقى في حزب سياسي عنده الاغلبية، وطبيعي ان الحزب السياسي الذي حقق الاغلبية ان هو اللي شكل الحكومة، وما فيهاش حاجة ابدا ان او برضو منطقي ان لما الشعب يختار حزب سياسي يشكل اغلبية في البرلمان انه اللي يجي بعدها مباشرة ينتخب رئيس جمهورية، ينتخب رئيس جمهورية من نفس الطيار. كل ده منطقي وطبيعي في الظروف العادية، لكن احنا لاننا في ظروف غير عادية وعقب ثورة، وهذه الثورة قامت لتغيير نظام حكم ديكتاتوري وفاسد يعني نظام ديمقراطي
خالي من الفساد. ده محتاج في لفترة زمنية أعتقد أنها ما تقلش عن 5 سنين لعمل جبهوي تبقى كل القوى السياسية متشاركة فيه. هو سبب المشكلة الحالية والكلام عن أن فصيل سياسي واحد هو اللي بيهيمن هو أن الفترة دي ما ينفعش يسيطر عليها فصيل سياسي واحد. احنا في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وتأسيس الجمهورية الثانية، ده لابد أن يحصل من خلال توافق القوى السياسية المختلفة ما فيش فيها أغلبية وأقلية، الكل لازم يتشارك في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الفلسفة الجديدة لنظام الحكم اللي بننتظره في المستقبل والشكل الدولة اللي بنتمناه. بعد ما تستقر ونعيد بناء مؤسسات الدولة هيبقى طبيعي ان يبقى فيه خلافات بين التيارات السياسية المختلفة، وطبيعي ان التيار السياسي ما ايا ما كان هو اللي يحقق الأغلبية مش هيبقى فيه مشكلة. المشكلة في الفترة الحالية ان احنا محتاجين في الفترة الحالية ان يبقى فيه برنامج عمل وطني واحد تشترك في وضعه كل القوى السياسية وتتعاون كل القوى السياسية في تحقيقه. واذا حاول فصيل سياسي واحد ان هو يستولي على المؤسسات ويضع خطة العمل في المستقبل وحده هيفشل ومش هنقدر ان احنا نحقق تقدم، هيستمر الصراع ومش هيبقى فيه اي استقرار. وده اللي بدأوا يقتنعوا فيه اخيرا بعد ما توهموا ان هم يستطيعوا ان هم يسيروا بمفردهم، اكتشفوا ان ده اصبح خطر ولا يحقق مصلحة، وابتدوا يعني يعودوا مرة أخرى لمحاولة التوافق مع القوى السياسية.